السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه تحضير البقوله او الخبيزه سهله وسريعه. الا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقه ما عليكم غير تتابعوا الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا ثلاثه ربطات ديال الخبيزه. هنا كيف ما كتشوفوا كنقيوها مزيان، كنشوفوا هاد الوريقه هذه الا كانوا فيها تقيبات بزاف نزولوها ونقيوها ونغسلوها بشويه ديال الخل ونقردوها. بالنسبه لطريقه التقريض انا غادي نوريكم، غادي نحيدوا هاد الثاني وغادي نقطعوا كما هكا، ما نقطعوهاش غليظه وما نقطعوهاش رقيقه بزاف، تكون متوسطه. كما قلت لكم تغسلوها في الخل وتخليوها تسقطر مزيان ومن بعد نقطعوها. كما كتشوفوا قطعناها. كما قلت لكم غادي نحتاجوا ثلاثه ربطات ديال الخبيزه، ربطه ديال القزبر وربطه المعدنوس والكرافس يكونوا مقطعين، كاس صغير ديال الماء، شويه ديال الملحه، شويه ديال التحميره وسكينجي عفوا الكمون، وشويه ديال البزار. غادي نحتاجو نص عصير ديال الحامضه، انا هنا تقريبا عندي ثلاثه المعالق كبار ديال الحامض. اللي تيبغي الحامض يزيد كاس ديال الزيت. ثم عندي 8 دروسه ديال الثومه محكوكين وجوج شرائح ديال الحامض. اول حاجه غادي نديروها غادي ناخذ الخبيزه، غادي نديرو الخبيزه في الكوكوت، غادي نزيد ليها الكرافس، ربطه ديال القزبر وربطه المعدنوس، غادي نديرو الثومه، ندير هنايا شويه ديال الملحه، كل واحد يدير القياس اللي بغى، معلقه او راس معلقه صغيره ديال البزار، معلقة صغيرة ديال التحميرة، اللي تيبغي الهريسة كذلك يديرها، ومعلقة صغيرة ديال الكمون. الحامض غادي نخليوه حتى للاخر. غادي ندير دابايا كاس ديال الزيت البلدية، الا شتو خاصها زيدوها، وغادي نديرو شرائح ديال الحامض. غادي ندير هنايا ربع عفوا نص كاس ديال الماء، وغادي نسدو على الكوكوت تقريبا ربع ساعه ونتلاقى بكم ان شاء الله. هنا من بعد ما طابت وتشحرت كيف ما شفتوها منخليوش فيها الماء نهائيا، غادي نخليوها تتشحر مزيان، وغادي نزيدو عليها العصير ديال الحامض. كما قلت لكم كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو، على حسب كل واحد، كاين اللي تيبغي الحامض كاين اللي لا. انا هنايا درت نص كاس ديال الحامض وغادي نخلط هاد العناصر مزيان وغادي نقدمه لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. هنا من بعد ما وجدت الخبيزه او البقوله قدمتها بهذه الطريقه، هذه زينتها بالزيتون والحامض. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تعجبكم، والى عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا جيم وتابوناو معايا في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. الى اللقاء وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.